أهلاً أبو سلام، خطبة عزيزة والله. يا أهلاً بك. بعد زمان. والله لفت نظري البارحة مقالة لك بعنوان لا تقصفوا خير الدين الأسدي. أوه، هاي بال2016. نعم. كثير بحبه لخير الدين الأسدي ومعجب فيه أنا لدرجة يعني. هذا الرجل يعني برأيي إنه واحد قد مدينة بيطلع هو حجمه، يعني بيكتب عن حلب، صور تاريخ حلب. مو مثل ما بيكتبوا المؤرخين، بيأرخ اللحظة اليومية في حلب، كيف الناس بتاكل، كيف تشرب، كيف تلعب، كيف تنفس، كيف شو الأمثال تبعها، شو هو السجع تبعها، شو هي المشاكل، شو هي يعني تفاصيل الحياة اليومية. يعني ايش هي لازم نقول، مو شو هي. نعم. ايش هي، لأنه حلبي هو. صحيح، هو حلبي يتنفس حلبي. كان أنا لفت نظري أيضا أنه مسمي موسوعته موسوعة حلب المقارنة. طبعا، ما هو مثل ما قلت لك أنه هو يعتبر أنه في العالم في شيء اسمه حلب وما عدا حلب. ليش مقارنة؟ مقارنة حلب بغيرها. فتخيل أنت إيش قد إن عادة اللي بيكتبوا بيقولوا الشعب الفلاني مع الشعب الفلاني، أدب التركي مع الأدب العربي مثلا. هذا اسمه مقارنة. ولكن خير الدين الأسدي عمل فعلا، حط حلب في موقع المقارنة مع الشعوب والأقوام الأخرى. المهم أنه هو كمان عنده حالة من التأريخ الشخصي مع العام، عرفت كيف؟ تمام. يعني بتقول أنه بيخلط، مثل ما بتقوله أنه بيخلط الخاص بالعام. يعني مثلا بيحكي قصة كتير كتير معبرة ومؤثرة وبيحكي فيها حياته. هي أنه بيصير في الجلوم اللي هي حارته، أنت حلبي طبعا تعرف الجلوم. الجلوم الكبرى. هو الجلوم الكبرى بالضبط، هاي حارته. كان في طاحون، وهذا الطاحون كان مغلق وصار في حريق في الطاحون. فكيف عرفوا في حريق؟ كان في حارس عم يولول بيصيح يا ناس يا عالم حريق حريق، وركضوا العالم. طبعا هاي معروفة انه الشعب في اطفاء الحرائق كل الناس بتروح تساهم، اللي معه تراب وزنبيل ومجرفة ومي وسطول وإلى آخره. والحارس مستمر بالصياح لأنه كانت النار عم تقرب منه يعني، للأسف يعني. فالمهم أنه استطاعوا بالأخير أنه يطفوه. لما طفوه ودخلوا على الطاحون، بعد ما طفوه لقوا الحارس اللي هو كان عم يصرخ، وفي حمار كمان كان مربوط وكمان انحرق الحمار. اسمح لي أوجه تحية لصديقنا الباشا مؤسس حزب الحمير في سجن سيدنا يا. طبعا، ما هون كلامك بدل على أنه الحمير لهم مكانة في قصصنا وحكاياتنا. فالأسدي بيقول أنه أنا مضيت عمري كله، هو عاش يمكن 71 سنة، هو توفى سنة 71، مواليد 1900. مضيت عمري كله وأنا عم اشتغل وأكدح، وكمان كنت عم بعاني من بعض الناس الغوغاء اللي كانوا يعتدوا عليه أو يقولوا عنه كلام. هو طبعا زلمة أديب ومفكر وباحث، وكان يسكر حاله الباب مثلا لما بده يكتب شعر أو إلى آخره. فكانوا يعني يتهجموا عليه ويقولوا إنه يقولوا عنه، يتهموه إنه ماسوني وإنه شيوعي وإلى آخره. هذا الرجل بيقول أنا ضليت طول عمري عم اشتغل. طبعا هو كمان راحت ايده كان عم يعمل مسرحيه اذا بتعرف يعني. طبعا ضليت انا قاوم واشتغل بصمت، ما متت مثل ما مات الحارس لعبولويل، متت مثل ما مات الحمار. وهذا دليل انه هو لما بيقدم التشبيه انه هو كثير انسان كبير، وكثير لانه اللي بيشتغل موسوعه كامله مثل موسوعه حلب مقارنه وبدون ما يعمل ضجيج وانه يدعي، فهو فعلا انسان كبير. صح؟ صحيح. اهلا وسهلا. احييك ام مرتاح. اهلا وسهلا. يا مرتاح.